هل صلاة تحية المسجد تصلى بعد العصر قبل المغرب في أي مسجد؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي أو لا تفعل؟ خلاف بين العلماء، فالذي يصلي لا ينكر عليه والذي لا يصلي لا ينكر عليه، لأن كل واحد له وجهة نظر وله شيء من الدليل. نعم.